مشاهدينا الكرام، هكذا تحولت شوارع الغيضة منذ دخول الحالة المدارية عاصمة الغيضة فجر اليوم. الأمطار تتزايد من ساعة إلى أخرى مصحوبة برياح شديدة وسط دعوات لجنة الطوارئ في المحافظة للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر من ممرات السيول. مشاهدينا الكرام، هناك أكثر من 30 مركزا للإيواء للمنازل الذي يسكنون قرب السيول وممرات السيول في مدينة الغيضة. مشاهدينا الكرام، دعوات مستمرة من قبل الهلال الأحمر اليمني في محافظة المهرة للمواطنين الذين يسكنون في قرب مجاري السيول بالتوجه إلى مراكز الإيواء الذي حددتها السلطة المحلية، وهي 30 مركز إيواء على مستوى المحافظة. لجنة الطوارئ في انعقاد دائم لمتابعة الحالة المدارية في محافظة المهرة وسط دعوات شديدة للمواطنين في مناطق العبري ونشطون والمناطق التي تقع في مناطق السيول. فؤاد المسلمين، قناة المهرية، محافظة المهرة.